نكمل مسيرتنا بعد الشلال، طلعنا فوق نبي نعبر للقرية اللي فوق هذه هناك. واحد ينتظرنا هناك الحين بيتقهوى عندنا العصر ومطل على الشلال. هذه الجسور اللي تربط القرى في نيبال، بعضها حديد وبعضها خشب. يمكن شفتوا بعضها في رحلتنا اللي مشيناها في الجبال العالية. هذه الأنهار هنا. باقي حنا في وسط الجسر هذا، كنا تحت أول عند الشلالات هناك. هذه الجسور القرى، هذه القرى هذه ما تصلها السيارات، كل اغراضهم يجيبونها على هالجسر. لكن حياة تلقاها هنا عجيبة. هذا المكان المقصود، الرجال والله ما اعرفه، بس كنت اتواصل معه من السعودية من شهرين، يرسل لي فيديوهات وصور عن اطلالته وعن المكان، وهو اللي دلني على الشلالات اللي اليوم جينا. هاي شوف مطلاته عنده هنا حلوة، عنده المطلات هذه بوريكم وش تطلع عليها الحين ان شاء الله. لكن عنده جلسات حلوة وتطلع عن جو كتم ابو خارج والمدينة وهذا، وقريبة منها. هاي شوف الاطلالة عنده هنا على هالمكان الحلو. قبل شوي كنا تحت هناك. والله النزول من فوق تحت متعب، الطروح بعدين اخذناه مشي مع الحارة هذه. نسأل احيانا بالصوت الترجمة، واحيانا مشيها عبرنا الجسر هذا لين وصلنا عند هنا. والله الآن أمطار غزيرة وملزوم نرجع مع الجسر هذا عشان السيارة، نتصل على سواق يجينا هناك بالاتجاه الثاني، هنا ما تصل السيارات. حلو، خلينا نجرب هالمغامرات قبل بداية الرحلة. حنا لحد الآن ما بدأت رحلتنا صعود الجبال لحد الآن، كل هذا الآن تمرين. إنه مشكلة اللي بنعبر هالجسر هذا كله مطر قوي، الله يستر. ما شاء الله تبارك الله، أمطار غزيرة الآن مع هالشلالات. أنا وصلت هالقرية هذه، قطعت من القرية هذيك إلى القرية هذه عبر هالجسر هذا مشي. ما هي مشكلة المشي، المشكلة الرجعة الحين بالليل، لازم نرجع مع هذا مع هالمطر. والله مطر غزير حيل. لكن هذه المغامرات لازم انك تحمل شوية. والله صدق انحشرنا، المشكلة هذا ما عنده مكان وبيت وناخذ غرفة عنده، عنده بس مطعم، لكن دخلنا بالغرف عنده على المطر برا. والله ما عندك حتى جلسة برا، انحشرنا جوا عندهم. ما شاء الله تبارك الله.
والله لنا يمكن اكثر من ساعه الان وحنا لا احنا استمتعنا بالمشاهد اللي برا والحشره بالغرف عندهم هنا. ما شاء الله تبارك الله. قررنا نرجع مطول في نهار فقلنا عبرة هالجسر مع الأمطار. وصراحة المغامرات هذه أنا أحبها. الله بسم الله توكلنا على الله. الحبر والله مطر قوي لكن إن شاء الله نعدي سلام. والله أمطار غزيرة. قررنا نمشي مطول في نهار حتى الشلالات ما عاد يشوف. شوف الدنيا ما عاد تلحق شيء. قلنا بنطلع قبل غياب الشمس. يا ساتر. اوه مطر. شوف السيول تحت. متى فوق حنا الحين ما عاد تشوف الارض والسماء. الحمد لله كلمنا خوي هذا من زلفي. ها سواق هذا من 17 سنة بالزلفي جانا نهاية الجسر وراجعين للفندق إن شاء الله.